السلام عليكم. في هذا الفيديو حاب أحكي عن مجموعة من عطور نخبة العود المتوفرة لدي، بعضها من أجمل عطور نخبة العود. في المركز السابع عندنا قوافي البني أو قوافي براون حسب التسمية. العطر ينطبق عليه اسم نخبة العود. العطر عبارة عن كم هائل من العود، بيور عود، مع انه الشركة مش مدرجة نوتات العود في العطر، ولكنه كمية العود اللي موجودة في هذا العطر تكفي انك مجرد ما تشمه راح تعرف انه العطر كمية هائلة من العود والاخشاب والسبايسز. نحكي عن القرفة، نحكي عن زهور ايضا. العطر قوي جدا جدا جدا، ثبات وفوحان خرافي، بيعطيك ثبات على الملابس ايام، فوحان ساعات وساعات. وهي عطور العود بشكل عام. على غرار عطر ارماف شيد سوود، نفس تقريبا التوليفه بيشبهه كثير لارماف شيد سوود، مع انه ارماف شيد سوود فيه لمسه سويتي، هذا فيه سويتنس، لكن هذاك العطر فيه سويتنس اكثر واداء نفس الاداء تقريبا. ولكن اذا انت مش من محبي العود، مش كثير بتحب العود، ما بنصحك تقطني هذا العطر. اذا انت من محبي العود خاصة في دول الخليج، بنصحك بتجربة هذا العطر. العطر من عطور العود الفخمة جدا، من عطور العود الدرجة الاولى، ما في اي نوتة تطغى على نوتة العود في هذا العطر. قوي جدا، شتوي فقط، دونت اوفر سبراي، يعني ما ترشش كثير من العطر، رشتين ثلاث ماكسيمم، مش كثير شباب. العطر ناضج جدا، انا بشوف اللي برتدي هذا العطر عمره فوق الخمسين. حل عندي في المركز السابع قوافي البني من نخبة العود. في المركز السادس في هاي المجموعة سولي ايرجنت، واضح انه كمية الاستخدام اللي لهذا العطر. العطر من العطور الايزي تو وير، سهلة الارتداء لدى نخبة العود. العطر اكواتيك، مائي، حمضيات، زهري، ما في اي نوتات ممكن انت ما تستهويها. الاداء لهذا العطر متوسط بشوفه، بنصح كثير بتجربة هذا العطر وشراء هذا العطر. من العطور الامنة جدا، من العطور المناسبة لكل الفصول، بشوفه اكثر شيء في الربيع والصيف، وهو عطر للاستخدام الشخصي وعطر للاستمتاع الشخصي. ممكن يكون عطر حميمي، عطر فيه لمسة سويتية، عطر ما بعد الحلاقة، ما بعد الحمام، عطر طوارئ. المركز السادس حل عندي سولي اير. المركز الخامس حل عندي فارس النخبة الابيض، عطر خرج عرس، مناسبة، طلعة شباب، عطر كثير في حركة، الاشخاص اللي بتحركوا كثير، الاشخاص اللي بيضحكوا كثير، للشباب يعني. الثبات الفوحاني هذا العطر بسبب المكونات السويتية ممتاز جدا، وسعره كثير مناسب. الباكج تاعه كرتوني عادي، لانه في بعض عطورهم بيعملوا لها باكج فخيم خاصة العطور النسائية. عامل فيديو كامل عن عطور النسائية لنخبة العود، تقدر تراجعوه. فارس النخبة الأبيض حل عندي رقم خمسة. في المركز الرابع في هاي المجموعة عندي عطر نيرو، للأشخاص اللي بيحبوا الزهور خاصة في دول الخليج، خاصة في المملكة العربية السعودية. كثير حكيتها هاي، كثير خاصة متابعيني بيعرفوا الموضوع، هاد حكيت عنه كثير. الأجواء والعادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج إجمالا، لكن بالذات إخواننا في المملكة العربية السعودية، الرجال بيرتدوا زهور. ممكن عندنا في بلاد الشام وبلاد المغرب العربي، يعني بلاد العربية إجمالا، مش موجودة عندنا عادة ارتداء الزهور للرجال، يعني الرجال ما بيرتدوا عطور زهرية. يعني أنا شخصيا كثير بحب العطور الزهرية، عطور المفضلة هي سلسلة أمواج كلاسيك مال، هي ريفليكشن، سيلفر، جوبليشن، هي معظمها تستند الى الازهار، وجولدمان، يعني خاصة ريفليكشن وبلافد عطور زهرية، وهي من اجمل العطور واكثرها حبا على قلبي. هون هذا العطر عبارة عن مزيج هائل من الزهور، في لمسة سويتية، في لمسة دارك. العطر يس بيوحي بكمية النوتات الدارك اللي بتعطيك الطابع المستيريس، الشخصيات الغامضة بترتدي هذا العطر. عندنا في بلاد الشام ممكن مش كثير بيحبوا النوتات الزهرية، لكن جديد شباب صاروا يرتدوا العطور الزهور. برأيي المصمم مبدع في هذا العطر، لمسة زهرية ولكنه معطيه طابع ذكوري إلى حد ما. العطر مش كثير ذكوري بمعنى ماسكولين كثير، لا، عطر رومانسي، أداء ممتاز جدا. حل عندي في المركز الرابع. المركز الثالث هي المجموعة فارس النخبة الأسود، طبعا نفس غطاية فارس النخبة الأبيض، الماجنتيك كاب، جميل وقوي جدا جدا جدا. هذا اللي بحببني في شغلهم، الباكيجينج وشكل العبوة، والعبوة يعني الفينيشينج، اهتمامهم بهاي التفاصيل اهتمام كثير كثير ممتاز. يعني بعشق منتجاتهم هم والعربية للعود. يعني العربية ممكن تكون أفخم شوي الباكيجينج، ولكن حتى النخبة معظم عطورهم الباكيجينج تاعها وشكل العبوة فيه اهتمام كبير
في التفاصيل، ممكن فيديو مشاعر أنا شرحت عنه وحكيت مشاعر الذهبي كمية العمل والشغل على تفاصيل العطر والباكجينج، يعني بيقدموا لك إياه بطريقة جميلة يا أخي. العطر عامل فيديو كامل عنه، لمسات سويتية، لمسات زهرية، لمسات سبايسية، لمسات خشبية. العطر بيروح باتجاه مكياجي نفس مكياج الصبايا في القلب العطري. حكيت في الفيديو بدي ارجع اكرر على سر العطر، مش خط كثير ولكنه مش متدرج كثير في نفس الوقت، يعني بيثبت على نفس النوتة تقريبا. والعطر مش صناعي بحت، يعني النوتات ما بتصدع راسك، ما بتوجع راسك، ما بتضايقك، مش اجرسيف، مش عدائية، على العكس تماما. في نفس الوقت النوتات مش طبيعية، يعني مش بيور بتحسها زي عطور شركات النيش زي مثلا امواج انها مقطوفة من الطبيعة، ولكن العطر يستحق وبشدة واداءه منيح. العطر بحسه مناسب لكل الفصول، خاصة في فصل الربيع والخريف والشتاء، مش كثير بحبه في الصيف الا في ليالي الصيف لما تنخفض درجة الحرارة، لأنه في لمسة سويتية. معظم عطورهم فيها لمسة سويتية باستثناء بعض العطور الفريش اللي حكيت عن واحد منها وراح أحكي عن الثاني في خلال هاي المجموعة. هل عندي في المركز الثالث فارس النخبة الأسود. المركز الثاني في هاي المجموعة جوتير أو جوتشير، مش عارف شو التسمية الحقيقية له. السنة الماضية هذا العطر أخذ رقم واحد في العطور الصيفية منخفضة السعر. العطر من العطور المواعدة من الدرجة الأولى، عطر مناسب لكل الفصول، لليالي الصيف، للربيع، للخريف، للشتاء، يعني وكأنه هذا العطر مناسب لكل الفصول. العطر حميمي جدا جدا، يعني إذا بترتديه في شهر العسل بيكون من أجمل العطور. العطر أداؤه متوسط أو فوق المتوسط بشوية، بنحكي عن 6 ساعات، 6 ساعات ونص ماكسيمم ثباتية، والفواحان 2 ساعة ماكسيمم. ليش أنا حكيت عنه رقم 2 رغم أداؤه؟ أنا مستعد أشتريه كمان مرة رغم أداؤه المتوسط بسبب جمالية النوتة. إحنا بنقيم العطر بنقيم الجمالية أولا، ثانيا الثباتية، لأنه في عطور ثباتها أيام لكنها النوتة مش جميلة، فما نقدر نحطها في المراتب الأولى لأنه ثباتها عالي. رقم واحد في هاي المجموعة هو مشاعر الذهبي. طبعا الباكجينج تقدر تراجع الفيديو الكامل اللي عامله عن هذا العطر. الباكجينج لهذا العطر من أروع الباكجينج اللي مر عني، على الأقل في عطور الديزاينر. يا أخي عاملين باكجينج لعطر ديزاينر بطريقة النيش، باكج رائع جدا، وشكل العبوة جميل، يعني ما بتحسه تشيب، لا بتحس العبوة شكلها حلو، وحافرين الأشياء، يعني يصلح أنه يكون هدية بكل المقاييس. طبعا العطر يونيسكس للذكور والإناث، إذا بترتديه الأنثى ببين عطر أنثوي بكل المقاييس، مش أوفر سويتي، مش أوفر زهري، بالعكس بيعطيها إليجانت، بيعطيها جمالية للرائحة، بيعطيها قوة في الشخصية، بيعطيها اتزان. والرجل إذا ارتداه بيعطيه نفس الشيء، فهو العطر يونيسكس 50-50. الباكج تاعه جميل، الأداء ممتاز، وكمان العطر بيشبه إلى حد ما عطر إيرباب من زرجوب أو زرجوب، ولكن المصمم لهذا العطر متلاعب بالعطر بطريقة معينة، خاصة في نوتات الفانيلا أو الفانيلا السوداء. من أجمل عطور الديزاينر اللي مرت عني، من أجمل عطور اليونيسكس اللي مرت عني. عطر يستحق وبشدة الاقتناء لجامعي العطور وهواة العطور. إذا بتدور على عطر ما بدك توجع راسك، بتحب العطور السويتية، مش أوفر سويتي، بالعكس في توازن في النوتات، بذكرني في أحد العطور منخفضة السعر يعني في المتناول، ولكنها من أكثر العطور حبا على قلبي، بخلص منها 3 علب حتى الآن، اللي هو 212 VIP Black من كارولينا هيريرا. بتحس في توازن في النوتات السويتية، يعني مثلا شفنا Stronger With You السويتنس عالية جدا، مع أنه يعني أنا قيمته العطر جميل. مثلا شفنا 1 مليون السويتنس عالية، في كثير عطور بتحس السويتنس تاعها عالية، هون هذا العطر مثلا 212 VIP في توازن في النوتات، وحتى النوتة السويتية بتحسها فانيلا مش شجري. بنصح جدا في تجربة هذا العطر، عطر من أروع العطور اللي مرت عني. هذه كانت تجربتي مع بعض عطور نخبة العود. الشكر موصول على المشاهدة، بعتذر إذا أطلت في هذا الفيديو. إذا حابين تضيفوا اقتراحات لفيديوهات أخرى بتمنى تضيفوها في التعليقات، وما تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات، وتشتركوا في جروبي على الفيسبوك تجارب عطرية اللي بحكي فيه، ونتشارك ثقافتنا العطرية في العالم العربي ككل. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.